اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، معكم نضال الصباغ. وانا صار لي زمان ما عملت فلوجات طبعا بسبب الدراسه والانقطاع وانتقلت لمدينه ثانيه، وان شاء الله هذا الفيديو رح ينال اعجابكم. حطوا لايك وسبسكرايب. طبعا اليوم الفيديو مع اصدقائي من العراق، هم اسره كتير بجننوا حلوين كتير. هلا انتم رح تشوفوا بالفيديو، فهيك كان عنا شويه مفاجات، رحنا اشترينا يعني هيك اشياء رح تشوفوها ان شاء الله. ولا تنسوا تدعموني لو عجبكم الفيديو، ولو ما عجبكم عادي يعني فيكم مرور الكرام، بس رح تحطوا لايك انا بعرف. المهم انكم رح يعجبكم الفيديو انا متاكد، ولو عجبكم حطوا سبسكرايب وكومنت لايك، انتم كريمين وانا بستاهل. حبايب قلبي اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله ينال الفيديو على اعجابكم. انا هلا طالع من البيت ورايح لعندهم، هم هلا مستنيني، عم يستنوني بالباركينج تبع السيارات. خلونا نشوف شو حيصير معنا. مفاتيح مره ضاعوا مني، قضيت الليل كله برا. هي لازم اعمل عليها فيلم رعب. ليتس جو. طبعا هدول بنايات هن مجمع الطلاب، محل مو انا ساكن، بقلب الحرم الجامعي. هي المنطقه كلها منطقه حلوه صراحه، وفيها ناس كتير وطلاب، طبعا كلهم طلاب، فبس برد. طبعا جو السويد يعني ما في داعي احكي لكم عنه اكثر من هيك. يلا حبايب قلبي انطلقنا. اهو وصلنا على المكان، على المكان الجميل. انتظرونا، وين حياخذونا اليوم؟ قالوا لي مفاجأة، محضرين لي مفاجأة، نشوف شو محضرين لي. ان شاء الله هيك شي مليون ولا شي شغلة دولار، هيك شي دولارات يعني، لازم يكون في شي فيه دولارات، غير هيك ما بقبل مفاجآت انا. شو يا اخي، يا اخي والله العظيم، والله شوفوا شو يا اخي. يا هلا كيفكم؟ كيفكم؟ شو اخباركم شباب؟ العائلة الجميلة، العائلة هاي. وين الأطفال؟ هون الملائكة. تعزبون ماما وبابا؟ كان يفشتونهم عربي. اي عربي. هوني. اوه اوكي يلا نطلع نشوف وين حياخذونا. تمام الحمد لله. اخباري زين. كلش زين. دولمة من كبرتك بطل. شنو؟ دولمة. دولما ولي انا والله اكل يا جماعه الخير. طبعا دمرتها والله، انفضحت المفاجاه، وانا قايل لهم ساعه للجمهور دولارات وملايين، وممكن مخبين لي قرض وجايبين لي اياه، طلع دولما الاكل يا جماعه، وفضحت جنان، فضحت المفاجاه. اخي دولما تسوى اكثر من الملايين. اوه والله لازم تفهم هالشيء. والله الدولما، دولما فعلا حقها ملايين صراحه. لما ننفجر هلا نصير نحن. انا كومبيس، بابا كومبيس. شو هلا يشوفوك، هلا يشوفوك. كان ظلمه شويه يا اخي. هذا ذهب، هذا جولد حبيب قلبي، هذا الجولد كمان حبيبي. طبعا هلا نحن بمحل تجاري كثير كبير اسمه الاوبي، حضروا مشان عيد الميلاد، فنشوف شو حنشتري اشياء وكذا. ممكن نشتري شجره عيد الميلاد ويلا. طبعا رح نخليكم معنا خطوه بخطوه. هاي المحل، هذا هو. طبعا محل كتير كبير، في كل شيء، طبعا كل شيء يخص البيت مو للمطبخ. في محلات خاصه للمطبخ، اكل شرب وهيك قصص، هذا مو للاكل والشربات، اكثر للبيت. ان شاء الله شو كمان شي يوم على الايكيا تبع اوروبرو. أوه. اكبر لاجر عندنا بالسويد. اوه في عندنا الايكيا. هلا الايكيا طبعا معروف عالميا، بس نحن هون اظنه سويدي هو، يعني نحن المركز الايكيا المعروف عالميا هو مركزه بالسويد، في منطقه باوروبرو بالسويد كلها. يعني عم يقول لي رامي انه بس بالمدينه تبعنا، بالمدينه تبعنا عندنا اكبر مركز للايكيا بالعالم اظن، ولا بالسويد؟ بالسويد اللي اعرفه، بس اكيد بالسويد. كمان بالعالم، لان هم بيوزعوا. ممتاز. يعني نحن قصري شي يوم بدك تبات عندنا؟ والله ام دوفيل يوم، ممكن يعني ممكن اكثر من يوم اذا انت بدك، يعني بده يعني ينام عنده. حبي حبي يا اخي، انا كثير سعيد اليوم حبي. اكيد يمنا، يحكي عراقي اكثر منك. ايوه مش عبالك.
عم بسمع كلمة يمنى يمنى. أنا ما فهمت، نحن بنقول مثلا عنا بالضبط يمنى طلعت عنا ما شاء الله. هن يحكوا السويدي كثير لأنه مدارسهم وأصدقائهم كلهم أغلبهم سويديين، فاللكنة العربي شوية ضعيف عندهم الأطفال، بس نحاول نعلمهم طبعا. حتى بالمدرسة حاطيلهم معلمين. خلصنا بعد حرب طويله جوا مع الاطفال وكله بده يشتري، يعني الحمد لله اللي طلعنا بهدول حاليا هيك. طبعا مو بس في تحتها كثير اغراض، واليوم طبعا المسا راح يكون اكثر تسوق. ولي لسه المسا كمان، يعني هي فاتحه خير لليوم قبل الغداء طبعا. اي لسه في غداء هلا كمان، وبعده في تسوق وتسوق وتسوق، بدنا نقضيها تصاصيق اليوم. اوكي تفضل. بس كون ما يبكي بالتصوير. اعتقد انه جاع كمان. ابوه اذا جاع. احلى شيء تنقلب نفس كعب مسكينه تنقلب، يعني مو طبيعي. ويوناثان سلم على عمو. يلا مين يلا مين كلور انسان ثابت هذا سام. يوناثان يمين بوس. اعطي بوس لبابا. بابا بوس بوس نعم. بوسني 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 بوسني. تمام. ايه تمام. يلا افتح الضوء. من يفتح لنا الضوء؟ من يفتح اللمبة؟ لمس كده الستارت اللمبة. يا قلد. يو 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 سبرينج اديت يو سبرينج اديت يو. يو اوكي. سكيو هولدي. كوم. هذا دلفنسر. سلام. مرحبا. احلى شيء شوفي شوفي. وريني شعرك. لا هيك بس بعدين احط الجلو الشباب. عجبك؟ خذه معك. وهلا بعد ما خلصنا تسوق وجبنا اغراض مشان حفلتنا لليوم، حفله الكريسماس، رحت انا طبعا على الفريسور على الصالون، حلقت شعري، زبطت حالي وغيرت شوي اللون، يعني بحيث يكون شيء حلو مشان احتفاليه اليوم، يعني بما انه الكل مزبط حاله لازم اكون انا كمان مزبط حالي لاقصى حدود. طبعا هلا رح ناكل نحن بعد شوي، نحن وصلنا على البيت، انا هلا عم صور هون من المكان، نحن بقلب بيت رامي، وبعد شوي رح ناكل، عم يجهزوا الاكل تحت ومن هالحكي هذا، وبصور لكم وبرجيكم طبعا، بس يجي وقت نفتح فيه الهدايا انتو حتشوفوا الجو كتير حيكون حلو. هذا نحن بالسويد من قله اليول اللي هو الكريسماس، وبتمنى ينال اعجابكم، ويلا خلونا مع بعض ننبسط وخلونا نشوف شو رح يجي بعدين مفاجآت وقصص.
يوم الكريسماس والهدايا وهي خالة الحلوة ان شاء الله صحة يا خالة. خالة لا مشغولة بالاكل. ابو الرين شلون وضعك؟ اهلا اهلا وسهلا بك حبيبي. هذا مو عبالك سويدي؟ والله ايه خصوصا الحلقة جديدة. حلقة جديدة من وينكم منك؟ انا بغزل كثير هيك بتعرفني. كيفكم؟ وين تردون؟ It's open for you. أنا فادت صح. Let's go. Let's go. أنت شو تريد؟ طارت الزحام. صار الزحام. وهلأ نشوف جينانو. كيفك يا جينانو؟ سلم ايديك على الاكل مارك جون. والله العظيم يا جماعه شيء بجنن كان. والسلطات شيء عالم اخر كانت عن جد. شكرا كثير لك. شكرا شكرا. هذا الانطباع. اليوم رح نفتح هدايا جهال الاولاد. نقول وصل عليهم حلويات شوي. حلو حلو. طيب شو الهدايا؟ لا ما يصير هلا. بعدين سر بعدين نفتح هون الهدايا. اوكي هلا رامي رح يحكي كلمة جميلة مشان الأطفال ومشان فتح الهدايا اللي هنيك. فلنشوف شو حيحكي السيد رامي. رامي يلا تفضل. نداء من الدولة العراقية هنا. ها؟ وياكم الرئيس رامي ورئيس الأمن هنا ورئيس جهاز الاستخبارات. وزيرة المالية. رئيس الوزراء. طبعا رئيس شؤون المرأة. رئيس شؤون المرأة. يعني خلص يعني ترفس بمصارين المرأة. نحن هربنا من العراق ان شاء الله. وحياة وزيرة الخارجية. اليوم وزير الثقافة والإعلام وراه. هسه انا راح اهد كلابي. روحوا فتحوا الهدايا. طبعا هاي من وزيرة شؤون المرأة نورة. بيو 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 بيو. جاهز. أنا جاي أشوف. يعني بنفتح. هاكم هاي الثانية. وقف عليك يا بوحدة. هاي هدية ثانية جوهان. واو واو. هاي البانور وهاي التوك. أوكي. من توب تنسى؟ لا من بابا نويل. من بابا نويل. شون؟ هاي شون؟ ساعدك؟ هذا توب تشمي. شو اسمها؟ هاي مو الدعابة اللي نحطهم بالماء؟ اوه ماي جاد. هو انت ردت هذا الشيء من عنده؟ ها؟ ردت هيك شيء؟ يا ترود يا ترود. والأخيرة. أوه. الأخيرة آخر هدية. هيج؟ هي شكلها سيارة حقيقية ولا شو؟ يوتنا باليوتنا. بنتا بنتا يا يوناثان؟ بنتا؟ بعد فتحها. ليه خالص؟ شيل الورقة من جوايا بابا. والله أكبر. لا مو هاي مو هاي من عندك. آه جوايا شيلها. أوه هدايا. بطل هدية. أي لما مسبح هدايا فينا نمسك معكم؟ كلنا نمسك.
صار الدحام فيني اختص معكم. تعال انا بحطيت ثياب زيت ثياب ثياب زيت هون. لا ماكو هاي الجهاد بس عدلي عدلي ماما انت جهاز قاعد تدور. ماكو شي بعد. أنا سويت زي أبوهم خطيئة. طبعا فتحوا الهدايا هلا وطلع هدايا بجننوا كثير حلوين الهدايا. انا هديتي انا رامي عطاني هديتي بيني وبينه. عطاني هديه جميله رامي. قول له رامي قول له شو عطيتني. قول لك غير شيء يا معود. كيبورد وماوس. دو هار ات برو ليب. مين عطاك اياها هاي؟ يوان مكتوب بالعربي يعني سنه حلوه لبابا اتمنى له حياه جميله. واو حلو. جود يول ماما. هو ماما باباس عبدو زهار ان برولي. ايوه خلص يعني سنه سعيده. اي عيد مجيده. ماما اتمنى لك حياه سعيده تعيشي حياه زينه يعني اوكي كيف النوع I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts when you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity?